هذا الحق المشروع المتمثل في القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 4 لسنة 2018. يعني حقيقة أن اللي كان بالأمس ما قامت في وزارة التعليم من دعوة مراقبي التعليم لإعلان البدء الدراسة، هذا طبعا عبث غير مجدي، لأن المعلمون في كافة أصقاع الوطن قالوا كلمتهم، وهي طبعا من أجل من حقوقهم. هناك طبعا يعني عديد من الأمور التي تحدث الآن وتغفل عنها وزارة التعليم. يعني العام الدراسي بدون معلم لا يمكن أن يكون هناك عام دراسي. المعلم طالب بحق مشروع، هذا الحق المتمثل في زيادة المرتبات حسب القانون الصادر رقم 4. وزارة التعليم حقيقة كان ينبغي أن يكون لها وقفة وطنية مع المعلمين من أجل نيل حقوقهم، لكن ما حدث حقيقة كان محل ازدراء وسخرية. كانوا طبعا كان الأجر والأولى أن يكون هناك خطاب قوي من وزارة التعليم أن تكون لها وقفة مع المعلمين وفي جسم ممثل لهم اللي هي النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية بالبلديات